انا اقدر اقول ان انا حققت من حلمي 60%. انا كنت بدات كلاعب الكوره، بدات وانا عندي 12 سنه وبدات في اكاديميات ولاد، فكان حلمي طول عمري ان انا بعد ما اتخرج في اي حته انا في العالم موجوده فيها اني ارجع مصر واقدم الخدمه دي للبنات عشان ما يضطروش ان هم يسافروا يلعبوا بره زي ما انا اضطريت اسافر اكمل في فرق بره. فكره الاكاديمي جت من اول سنه جامعه، انا دخلت وقلت لنفسي ان انا ما اعرفش بقى في وقت امتى في حياتي، في الثلاثينات في الاربعينات هرجع اعمل الاكاديمي دي لما ادرس وابقى جاهزه وابقى مدربه. انا بدرب بقالي 8 سنين، كنت عايشه في مصر قبل ما اطلع الجامعه، كنت بدرب في مدرستي، كنت اسيستنت كوتش للمدرسه البي اي بتاعتي، وبعدين مسكت فرقه بنات في اكاديميه هنا في 6 اكتوبر قريبه منها، وبعدين سافرت دربت في كندا فدربت فرق بنات وفرق ولاد، ورجعت كملت بقى فتحت الاكاديميه. يعني انا شخصيا بختار المدربين، يعني بختارهم بنفسي وبعدين بمرنهم، بنعمل لهم تريننج، وبختار المدربين المقياس يعني بالنسبه لي هو ان الشخص ده يا اما عنده الامكانيه ان هو او هي يوصلوا المعلومه لناس ثانيه يا اما ما عندهمش. احنا هنا في الاكاديمي بنقبل اي سن، احنا اول اكاديمي في مصر تعمل الفكره دي، بنقبل من سن 5 سنين لاي حاجه. ولما البنت يعني تتوقع ايه البنت لما تدخل الاكاديمي ان هي تيجي اول يوم بيبقى زي اسسمنت او امتحان، مش امتحان، هو احنا بنشوف مستواها في الفتنس، مستواها في الكوره بكل الاساسيات بتاعه الكوره عشان نشوف هنحسن ايه. انا في رايي الشخصي الصعوبات اللي بتواجه البنات في الكوره بالنسبه ان هم الناس بتقول لهم دي رياضه بتاعت ولاد او الحاجات دي، ان هي مشكله اجتماعيه، وهي مش في مصر بس على فكره، هو العالم كله في كده افكار اللي هو الرياضه دي ممكن تبقى للولاد بس والرياضه دي تبقى للبنات بس، بس ده مش حقيقي. انا شايفه برضو عنصر العنف شويه في الرياضه دي بالذات، ممكن بيقلق شويه اولياء امور او يقلق شويه بنات نفسهم اصلا يخافوا، لكن لما الناس بتبتدي تفهم ان دي رياضه زي اي رياضه تانية، محتاجه قوه، محتاجه لياقه بدنيه، محتاجه كل العناصر بتاعت الفتنس، بيبتدوا يقتنعوا ان بالعكس يا ريت يلعبوا الرياضه اللي بيحبوها. انا دربت بنات واولاد ولاحظت ان الفرق هو نفسي اكتر من ما هو، يعني طبعا في فرق في الديفلوبمنت في التنميه، اقصد في تمارين ما ينفعش طبعا اديها لسن معين للولاد بيختلف عن البنات، بس غير الفرق الفيزيكال او الجسدي، يعني اقصد في فرق في المنتاليتي، التفكير، في فرق في النفسيه. يعني البنت مثلا ممكن لو جربت حركه جديده وفشلت او وقعت او اتزحلقت ممكن ما تجربهاش تاني خالص، لما الولد ممكن يقع ويجربها ويقعد يصمم انه يعملها. البنات بيبقوا بينتموا للرياضه اكتر لو معاهم حد من اصحابهم، او لو اتصاحبوا على الناس في الفريق، او لو البيت بيشجعهم، الاهل بيشجعوهم، اخوات، فدي حاجه مهمه جدا بنركز عليها هنا في امباور فوتبول اكاديمي. طبعا السيد الرئيس قال جمله صحصحت كل الناس، فين منتخب مصر للمراه؟ عايزه اعلق ان ده بجد حاجه ايجابيه جدا ان احنا نجيب سيرتها دلوقتي، اهم وقت، لان كاس العالم السيدات لسه خلصان الصيف ده والناس كلها انبهرت بالمهارات والمستوى اللي احنا وصلنا له في الرياضه، فانا شايفه ان الكومنت دي هتجيب بجد مستقبل احسن شويه للكره النسائيه في مصر، بسبب ان احنا هنبتدي نركز بقى نشوف محتاجين ايه. احنا بجد عندنا مواهب وعندنا مدربين فاهمين كويس قوي وعندنا ناس حابين الموضوع. نصيحه للشباب اللي نفسهم ينفذوا فكره جديده او يجربوا حاجه هم بيحبوها، جربوا. يعني لو جربت حاجه بحبها ممكن افشل، لو جربت شغلانه مضمونه برده ممكن افشل، فليه ما اجربش اللي انا بحبها الاول؟ انا امبارح كنت مجرد لعيبه، ما كنتش متخيله ان انا ممكن ابقى مدربه. النهارده انا مدربه ومؤسسه اكاديمي ولاعيبه، والاكاديمي البنات بيحبوها.
بكرة عايزة إن الأكاديمي دي تبقى أهم وأحسن أكاديمي في الشرق الأوسط، ونبقى عندنا فروع إمباور في العالم كله باي فريدة سلمى.